التقرير اللي أعده علاوة أحمد يعني يتحدث عن هذه الكرة المسمات بالرحلة واللي تحمل بجوفها مستشعر يساعد الحكام. يعني أنا بديت أسترجع، كنت يعني كلفت الزميل مازن سري يعني عد لي تقرير أيضا في الحلقات المقبلة عن التطور الرقمي خصوصا في التحكيم في كرة القدم، هل سيضيف هذا شيء؟ بكل تأكيد. يعني اليوم أنا أقول التكنولوجيا هي في خدمة لعبة كرة القدم. تكنولوجيا دخلت التكنولوجيا بقوة. شوف هسا هذه البطولة من تنتهي عادة خبراء الاتحاد الدولي راح يجتمعون، نعم، أكو خبراء تقنيين، نعم، يعني مثل ما تفضلت اليوم عامل الكرة والتكنولوجيا والفار هذا شأن، نعم، راح تطلع عندهم نتائج. أكو خبراء اللي هم خبراء الإحصاء راح يطلعون لك بتقرير جديد. خبراء مدربين كرة القدم يطلعون شنو اللي راح يحدث أو من تنتهي البطولة شنو اللي تغير من النواحي التكتيكية. خلف وين رايح كرة القدم إذا كل هذا التراكم الخبراتي؟ ايه؟ يعني بالإحصاء بالأرقام بالتدريب بالتقنيات الرقمية والإلكترونية، يعني هي قضية أنه علم أنت ماجستير بكرة القدم منتهين منه، ولكن ايه؟ أين ستمضي يعني اللعبة؟ يعني هذه اللعبة يمكن أخذت يمكن أصبحت الملف الأول بالعالم. بكل تأكيد هي عروسة العالم. يعني اليوم كرة القدم يعني شوف أكو حدث قد يكون افتتاح مثلا أو ختام يشاهد مثلا 7-8 مليارات بشر، كل البشر شاهد كرة القدم. أنت أعطيني شيء غير كرة القدم، فكر بأي شيء أنت اللي تريده تقول هذا يضاهي كرة القدم، أو 50% من مشاهدات كرة القدم أو 25% وأنا راح أوافق لك. تبقى كرة القدم عالم آخر مختلف عن كل شيء. نعم. عموما خلينا نرجع لفن الكرة، وراح تصير لي عودة على قضية التقنيات الرقمية. يعني جذبني هذا التقرير اللي سوا علاوي اليوم، تحليل مباراة استراليا تونس. هل في المباراة يعني مرات اكو مباريات اقول لك ام ضوج متحللها؟ لا اكو مباريات لازم أطلع.